زي ما كان أول فريق مصري يشارك في بطولات إفريقيا وتاني فريق مصري عربي يشارك في بطولات أوروبا قبل إنشاء الاتحاد الإفريقي، سلة الزمالك هتكون أول فريق مصري يشارك في بطولة إفريقيا للأندية بمسماها الجديد وبرعاية NBA في شراكة مع الاتحاد الدولي فيبا. البطولة اللي خدها الزمالك مرة واحدة ضمن 7 بطولات فازت بها الفرق المصرية هتشهد بداية جديدة وبنظام جديد. الاتحاد السكندري هو حامل لقب الدوري المصري، لكن الزمالك بيشارك بصفته بطلا لموسم 2018-2019، وده لأن البطولة دي كانت مفترض تتلعب في شهر مارس من عام 2020 لولا جائحة كورونا اللي أجلتها. خلال الفترة من 16 وحتى 30 مايو هتقام البطولة في رواندا، لكن وتطبيقا لنظام الفقاعة اللي صدرته مصر للعالم بعد كأس العالم لليد هتتواجد فرق البطولة في كيجالي من 3 مايو. 4 أيام عزل كامل للاعبين في غرفهم يتدربوا بشكل فردي، وبعدها يبدأ كل فريق التدريب استعدادا للبطولة اللي هتبدأ يوم 16 مايو. فرق البطولة الـ 12 اتقسموا على 3 مجموعات، وكل مباريات البطولة هتكون على صالة كيجالي. اللي يهمنا فيهم هي المجموعة الثالثة واللي بتضم الزمالك ومعاه فيها إيست وان السنغالي وفيريفيارو الموزمبيقي والمجمع البترولي الجزائري. الزمالك دعم نفسه بثلاث أجانب هيشاركوا معاه في البطولة، هما النيجيري تشيميليانو إلونو والإيفواري مولوكو ديابيتي والأمريكي مايكل فاكوادي، بجانب والتر هوج الأمريكي لاعب الزمالك من الأساس. بعيدا عن الزمالك موجود كمان فريق الاتحاد المنستيري التونسي في المجموعة الأولى مع ريفرز هوبرز النيجيري وجندرما الملغشي وباتريوتس الرواندي أصحاب الأرض، وفي كمان السلة المغربي في المجموعة الثانية ومعاها الشرطة المالي وفاب الكاميروني وبيترو أتلتيكو الأنجولي. كل مجموعة هيصعد منها 2 مباشرة عشان يبقى معانا 6 فرق، ونشوف أحسن توالد في مجموعتين من الثلاثة يتأهلوا عشان نكمل 8 فرق ونلعب مباريات ربع النهائي. المباريات بداية من ربع النهائي وحتى النهائي هتبقى بنظام خروج المغلوب. ربع النهائي هيتلعب على يومين 26 و 27 مايو، ونص النهائي هيكون يوم 28 مايو، وأخيراً النهائي واللي نتمنى الزمالك يكون طرف فيه هيبقى يوم 30.